اسمي نزار شاهين، أريدكم أن تأتوا معي لرحلة مدهشة، رحلة نور ورجاء ومحبة واشتياق للحق والجمال والصلاح، رحلة علاقات وألغاز وأسرار. أريدكم أن تأتوا معي وتجلسوا وتستمتعوا أثناء السفر، وأعدكم بشيء عند نهاية جولتنا، أنكم ستعرفون الحق وأن الحق يمكنه أن يحرركم. لذا تعال معي. الصراع الآخر هو مع القوة، فدعونا نسميها السيطرة. فمن يملك القوة ومن يسعى ليصبح ذا نفوذ؟ أنا أحب العلاقة التي كانت بين موسى وصفورة، إنها متينة لا يستطيع الغش أن يتخللها، فالإثنان يتبادلان الأراء ويعبران عن أرائهما واحد للآخر بحرية ويتعاونان. كانت مريم أخت موسى تغار من صفورة لأنها كانت الأذن الصاغية في المخيم، هذا هو ذنب مريم. أما موسى وهارون فلا يتكلمان عن هذا، لا لهارون ومريم ولا لغيرهما. هذا مثال على أساس العلاقة الطيبة والسليمة مع الآخرين. ولا شك أن عند الله شيء يقول في أمر هذا النوع من العلاقة، وهو أن الكثيرين يريدون إفساد هذه العلاقة السليمة أو التقليل من أهميتها وإضعافها. وكانت نتيجة غيرة مريم أنها ضربت بالبرص، فقضت أسبوعا خارج المحلة بسبب ازدرائها العنصري للآخرين. الزواج بالنسبة لله اتحاد وعهد مقدس، وهو ليس أمر قليل الأهمية عند الله. ومن الممتع جدا أن يلتقط هذه الشذور الذهبية عن أهمية الزواج، لأنها تحمل في طياتها معاني سامية وموجودة حتى نعلق عليها ونتناولها بالبحث. الشعب مستمر بالتذمر على الله، يريدون الرجوع إلى مصر، فإنهم يذكرون جاسان بشوق شديد. الله يرعبهم والمستقبل يخيفهم، التيهان في البرية والسكن في الخيام يروعهم. إنهم لا يريدون الاتكال على إله غير منظور، ولو آل ذلك إلى عودتهم إلى مصر. لقد شاهدوا عجائب الله بأم أعينهم وعايشوها، واختبروا فضل الله عليهم من خلال هذه المعجزات. وبالرغم من كل هذا فإنهم لم يتخلوا عن رغبتهم في العودة إلى حياة العبودية، بالرغم من أن الله في وسطهم، فإنهم يريدون الرجوع إلى مصر، إلى العبودية، إلى الفقر والجوع وحياة المذلة. موسى، موسى، صفورة، هل أنت بخير؟ نعم إنني بخير يا صفورة. مريم وهارون بالخارج ويودان الدخول إليك. قل لهما أنني سأراهما غدا. حسنا. إنه تعب جدا. ونحن كذلك. قال إنه سيراكما في الصباح. حسنا، يمكننا الانتظار حتى الصباح يا مريم. أي أرأيت يا هارون، إنها تبعدنا عن أخينا موسى، وتتحكم هذه الكوشية بكل شيء. سيريانك في الصباح. صفا
صفورة، هذا أول يوم لم أشعر بالذنب على المصري الذي قتلته. عمل الله عملا رائعا اليوم، لقد بدد شعوري بالذنب. يا موسى إنني شاكرة. إن الله يفتح لنا طريقا يا صفورة. موسى، موسى تفضلا. أهلا وسهلا، تفضلا بالجلوس. سلمت يداك. ويداك أيضا. الناس مبتهجون اليوم. هكذا ينبغي أن يكون، خيمة الله في وسطهم. أخي موسى، يجب أن أعترف لك بشيء. تفضل يا أخي العزيز. بالأمس عندما سرت إلى قدس الأقداس مع الدم لم أستطع التحرك، غمرتني بهجة عارمة وكاد أن يغمى علي من فرط السعادة، ثم أدركت أنني كنت الوحيد الذي يمكنه الدخول إلى هناك. ماذا لو أغمي علي أو مت بحضرة الله؟ كيف كنت ستخرجني؟ ربما يتعين علينا أن نربط ركوبك بحبل. هارون. نعم. الله سيرعاك في ملاذه. أخي موسى، كنت أحسب الأمور. ما هو يا أخي؟ القرابين، هناك الكثير منها صباح مساء، للأفراد وللجماعة ولكل حدث. سيغطينا الدم طيلة اليوم، وإذا فعلنا ذلك كل يوم من جيل إلى جيل، لا أستطيع عد رقم عال كهذا، سيكون العدد لا حد له، غير محدود كالرب إلهنا. حياتنا في ذلك الدم. مريم، ما الخبر؟ هناك امرأة جاءها المخاض ونطلب منك المساعدة. انتظريني هنا. حسنا. هناك امرأة جاءها المخاض، يجب أن أذهب لمساعدتها. سأتي معك. لا حاجة لذلك، من المؤكد أن لديك ما يشغلك بما فيه الكفاية. رأيت يا موسى؟ إنها القابلة الوحيدة في المخيم، وتشعر بفخر لذلك، ولا تريد أحدا أن يشاركها بهذا. لا بأس يا صفورة، إنها تجرح شعوري بكلماتها. أخي موسى، أنت تعرف أختنا مريم جيدا، أنا متأكد أنها لم تكن تقصد المس بشعورها. مريم تغار من صفورة يا هارون. مريم تعالي، أريد أن أتكلم معك. هل الأمر مهم؟ مهم جدا. هيا. ما كان يليق بك مخاطبة صفورة بهذه الطريقة؟ إنني لا أكاد أطيق تلك الكوشية التي تزوجها موسى. وماذا يزعجك يا مريم؟ إنها ليست منا، ومع ذلك فإن موسى يصغي لها وهي تقدم له المشورة كل الوقت. أعرف أنها تفعل ذلك. هذا صحيح، إنه منذ مجيئها لم نعد نصل إلى أخينا كما كنا نفعل من قبل. أنا لا أخاف من مواجهته بذلك. ماذا؟ تعال تعال. اسمع يا موسى، ألا يتكلم الله من خلالنا أيضا؟ أأنت الوحيد الذي سمع من الرب؟ عمن تتحدثين؟
ما الحكاية يا مريم؟ لقد استهوتك تلك الكوشية، إنها ليست من عائلتنا. اسمها صفورة وهي زوجتي. هارون، ما الذي يجري هنا؟ يبدو أن لها نفوذا عندك. ما قلته يزعجني جدا يا مريم. فكر في الأمر يا موسى، فكر به. طابت ليلتك. نعم، الأمر كان صعبا جدا. أمكما أعطت كل شيء من أجلي، ومع ذلك كانت أختي هي التي أنقذت حياتي وأنا طفل. هاتان المرأتان أحبهما حبا جما. موسى، تعال بسرعة. موسى، يشوع، ما الخبر؟ تعال إلى خيمة الاجتماع، كل الشعب هناك. حسنا، سألحق بك. هارون، مريم، ما الخبر يا موسى؟ لا أدري، يجب أن أذهب إلى خيمة الاجتماع. سأتي معك. حسنا. ما معنى هذا يا موسى؟ هيا يا هارون ويا مريم، تقدما. إن كان بينكم نبي للرب فإني أستعلن له بالرؤيا وأكلمه بالحلم، أما عبدي موسى فلست أعامله هكذا، أكلمه وجها لوجه، فلماذا جرؤتما على انتقادي عبد موسى؟ تحملنا الخطيئة التي ارتكبنا كالحمقى وعشعنا بها إليك، ولا تجعل مريم تعيش كالأموات. انظر، لقد اهترى نصف لحمها. أرجوك اللهم اشفها، أتوسل إليك. فلتحجر 7 أيام خارج المخيم، وبعد ذلك ترجع. ترجع. 7 أيام فقط. لماذا عاقب الله مريم يا يشوع؟ لأنها اعترضت على مشيئة الله.
ربما كانت لها طموحات في قيادة الشعب. ربما. أعلم أن هذا يشق عليك يا زوجي. إنها امرأة فخورة بنفسها، هذا مؤلم. أعرف أن هذا صعب عليك أيضا. نعم، أريد أن يعرف الشعب أن الله طيب وأنهم تعرضوا للعقاب بسبب عنادهم. إنهم ما زالوا عبيدا، مصر ما زالت في دمهم. لا يمكنك أن تضرب أو تجد عبدا ليتخلى عن عبوديته. أطلب المغفرة من الله. تفضلي تفضلي. أصبحنا فريقا مرة أخرى، موحدون. عندما وصلنا إلى حدود أرض الميعاد كنت منفعلا بشكل خاص، لأنها كانت بداية حياتي الجديدة مع أمكما ومع الله. امضوا إلى الأرض التي وعد إلهنا أبانا إبراهيم بها. امضوا كما أمركم الرب. عودوا إلينا بتقرير عن مدنها وشعبها وخصبها، واجمعوا كل ما تستطيعون من معلومات. والآن انطلقوا مع بركاتنا. هذا يوم احتفال. قريبا سنأكل خيرات الأرض مرة أخرى كما كنا في مصر. نعم، كما كنا في مصر. يجب أن تأكل. لا أستطيع، أنا قلق جدا. لكن يجب أن تأكل. حسناً، كعكة من المن. مر 40 يوماً تقريباً. هل تعتقد أنهم ما زالوا أحياء؟ قد تكون كجنة عدن ولا يريدون فراقها. إنهم هم. إنهم هم. صفورة، إنهم عائدون. هيا
حسنا. لقد طفنا جميع أنحاء البلاد، إنها تفيض لبنا وعسلا، لكن سكان تلك الأرض أقوياء والمدن مصورة وعظيمة جدا، ورأينا أبناء عناق هناك عمالقة كثير من العمالقة. أقول فلنذهب إليها حالا ونمتلك الأرض، لأننا قادرون حقا على ذلك. لا نقدر أن نقاوم هؤلاء الناس، إنهم أقوى منا، إنهم محاربون أشداء سيفترسوننا. نحن كالجنادب مقارنة بهم. حسنا حسنا، دعونا نذوق خيرات هذه الأرض. تفضلوا ذوقوا جميعا. كم مرة سنكون ضحية أكاذيب وخدع؟ ماذا نتوقع غير ذلك؟ هل تعتقد أن أرضا خصبة ستكون هناك بانتظارنا؟ لننتخب لنا قائدا يعيدنا إلى مصر. أؤيد ذلك. نرجع إليها، كان حالنا أفضل كعبيد منا كأموات. من المؤكد أن هؤلاء الجبابرة سيمزقوننا إربا. لم أحضر زوجتي وأطفالي هنا لكي نذبح كالمواشي. إذن ماذا سنفعل؟ أنت ستقودنا يا أزور. نعم أزور، أزور، أنا أصوت لأزور. وأنا كذلك. وأنا كذلك. لماذا؟ لماذا لا نتحدث مع موسى ونناقشه؟ طفت خلال المخيم كله ووجدت أن الجميع يريدون العودة إلى مصر. هيا بنا. قررنا العودة إلى مصر بدلا من أن نذبح كالمواشي. الله أحضركم هنا وهو سيخلصكم. فقد خدعنا. هؤلاء عمالقة في تلك الأرض. عمالقة 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 عمالقة. من الذي سيخلصنا؟ كفى، اوقفوا هذا. اسمعوا، ان الارض التي اجتزنا فيها ارض خيرات عظيمة تفيض لبنا وعسلا، وان رضي عنا الرب يدخلنا اليها ويهبها لنا. انما لا تتمرد على الرب. لا تجزع من شعب الارض لان الرب معنا. لا ترهبوهم. الى متى اصفح عن هذه الجماعة الشريرة المتذمرة علي؟ ستتساقط جثثكم في الصحراء، في هذه الصحراء، من ابن 20 سنة فما فوق، ممن تم إحصاؤهم وتذمروا عليه. ويتيه بنوكم في الصحراء 40 سنة. هذا ما سأعاقب به هذه الجماعة الشريرة المتآمر علي. تعال يا موسى نغادر هذا المكان القفر. سأبقى هنا، ولكني لا أستطيع أن أطلب منك البقاء. لكنك حياتي، حبي، وكل شيء لي. بعد 40 سنة من العشرة تعرفين مدى معزتك عندي. إنني قلقة عليك من قضاء 40 سنة أخرى مع هؤلاء الشعب. ولكنهم شعبي يا صفورة. إنهم شعب الله، دعه يصارعهم. نستطيع العودة إلى مديان، إلى أسرتي. أعلم ذلك. كل هذا الوقت كنت أحلب قطعان مواشين على تلال الأرض التي وعدنا الله بها. أشك في أنني سأرى ذلك الحلم
وقد تحقق في حياتي. يا موسى، قلبي ينفطر عليك. لا يا صفورة، أفضل أن أموت بالبرية مع الله على أن أموت في أرض الميعاد بدونه. هل توقف الشعب عن الشكوى؟ بالعكس، كانوا يشكون بمرارة. موسى، نطلب أن نراك يا موسى، واخرج إلينا يا موسى. إنه يخاف أن يواجهنا. موسى، إذا لم تخرج من خيمتك دخلنا نحن إليك. لماذا أتيت بنا إلى هذه البرية لنموت فيها يا موسى؟ لا يوجد طعام ولا يوجد ماء. إننا نكره هذا المن البائس. لن نتركك يا موسى، لن نتركك. هيا هيا. هيا نذهب. إلى أين؟ أريد أن أقضي هذه الليلة تحت الشجرة في أسفل جبل نيبو. ولكن لماذا لا نبقى هنا حتى الصباح؟ لأنني أريد أن أصعد إلى الجبل في الصباح الباكر. يجب أن أذهب إلى جبل النيبو، لقد حان الوقت. لحظة يا أبي، إننا نشد الأحزمة. سأذهب لوحدي. لوحدك؟ لكنه بعيد يا أبي، سيصعب عليك تسلق الجبل. أنا قوي حتى وعمري 120 سنة، لم يخبو بصري ولم تضعف خطوتي. ولكن لماذا يجب عليك أن تذهب لوحدك؟ لقد حان الوقت. اقتربا، اقتربني وديعكما. يا أبي، ستعود إلينا. كلهم ذهبوا، مريم وهارون، وعلى الأخير يجب أن أذهب. أبي، ماذا سنفعل بدونك؟ اسعيا إلى رب إلهكما بكل إخلاص. لن نتركك تذهب لوحدك. أمي، فأروع تلك المرأة التي أنعم بها الله علي. ما أروع تلك الرحلة يا بني. الله يحب خلقه، إنه يشق طريقا لنا جميعا لنعود إليه. موسى قاد الشعب في البرية 40 سنة، وبعدها أخذ الله موسى إلى قمة جبل نابو ليعطيه لمحة عن الأرض الموعودة. ومات موسى في حضور الله، ودفن الله موسى وقد ظل قبره مخفيا كل الوقت. تاه موسى في البرية مع بيت جاسان مدة 40 سنة. إنها فترة تجارب واختبارات. لقد جاء الله من أجلنا ولم نكن مستعدين. لماذا لا نستعد؟ الاستعداد لقبول الله لا يكلف كثيرا. لقد واجه عبيد جاسان الصعوبات في البرية، فبدلا من أن يطلبوا هداية الله لهم، أخذوا يتذمرون على موسى، مفضلين الرجوع إلى مصر حيث ذاقوا كل أصناف المذلة والعذاب. كلنا نرغب أحيانا في الرجوع إلى ما كان مألوفا لدينا، إلى العبودية والقيود، حيث الطعام البائد الذي يشبع الجسد فقط.
أرض الموعد قريبة جدا، وعلينا فقط أن نثق بالله ونسلم له أمرنا، ليكون سحابتنا نهارا وعمود نارنا ليلا. إن الله يريد أن يرتبط معنا بعلاقة أمتن وأقوى من السابق. إنه خير رفيق ومعز لنا في طريقنا. الله يريد أن يجبر خاطر القلوب المنكسرة، وأن يحررنا من فكرة الرجوع إلى العبودية. التعلق بالماضي يجعلنا منفصلين عن الله في كثير من الأشياء، لنتذكر أن الحية لسعت جميعنا. من أجل هذا يقول الكتاب المقدس: أجرة الخطية موت، أما هبة الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا. كلنا كغنم ضللنا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد، إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. الله الديان العادل القدوس لابد أن يدين الخطية، ولأنه قدوس لا يستطيع أن يرى الشر. من أجل هذا دبر لنا خطة فداء عظيمة جدا من خلال الذبيحة العظمى، حمل الله الذي يرفع خطية العالم، يسوع المسيح الذي مات فداء وكفارة من أجلك ومن أجلي. يسوع المسيح وحده الذي استطاع أن يرضي الله، لأنه الكامل بلا عيب بلا خطية، ولأنه الإنسان الكامل والفادي يستطيع أن يقوم بعملية الفداء. من أجل هذا أحبائي كلنا ضللنا، ولا يستطيع أحد أن يرضي الله. من أجل هذا جاء يسوع المسيح، أخذ مكانك ومكاني حتى يموت لأجلك ومن أجلي على صليب الجلجثة، حتى أنت وأنا نتحرر من لسعة الحية القديمة من الشيطان. نعم، محبة الله ظهرت في يسوع المسيح، وهي الآن ممتدة لك ولي أيضا، لكل واحد يشاهد هذا الحلقة. تعال إلى يسوع المسيح الذي أخذ مكانك وأعطاك الحرية. كل ما عليك أن تسلم حياتك للمسيح. يقول: إن اعترفت بفمك بالرب يسوع أن الله أقامه من الأموات خلاص، لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص. نعم، آمن بالرب يسوع فتخلص الآن. تعال إلى يسوع المسيح، فهو يعطيك الحرية، يعطيك الشفاء، ويعطيك الحياة الأبدية. تستطيع أن تأتي الآن حتى لا ترتكب نفس الأخطاء القديمة، وتقول: يا رب أنا آتي بكل اتضاع، ارحمني أنا الإنسان الخاطئ. أشكرك من أجل دمك الذي يغفر ويطهر كل خطية. تعال إلى حياتي، غيرني وساعدني حتى أعيش لك. باسمك أصلي، آمين. وعلى فكرة إذا صليت خبرنا، منحب نسمع منك.